اللقاء مازال التواصل اللي كيجبنا بكم مستمعينا دائما من خلال برنامج الامولاتي. وصلنا لفقرة النصائح الخاصة بالأطفال ومعنا غيتا العالمي معالجة نفسية للطفل والمراهق. صباح الخير غيتا. صباح الخير. الله يبارك فيك غيتا. اليوم غادي نتكلموا على كيفاش نساعد الطفل ديالي على التنظيم في الدراسة فالطفل تيكون مستمتع بالعطلة الصيفية بالمراح بالراحة لمدة طويلة. كتجي صعيبة داك الانتقال لمرحلة جديدة وحتى مع يعني نهاية الأسبوع يعني السبت والحد عاد كيجي اثنين شوية صعيب. فمع هاد البداية الموسم الدراسي بالتحديد كيطلب يعني من الطفل يعني واحد الانضباط كثار، واجبات دراسيه، ينظم الوقت ديالو في الدراسه، في النوم، هوايات الى كانوا، القيام بالتمارين المدرسيه. فالطفل بوحده يعني صعيب عليه انه يلتزم بهذه الامور ويقوم بها يعني على اكمل وجه الا بالمساعده ديال الوالدين اللي كيلعبوا واحد الدور كبير في هذا الامر. فكيفاش يساعدوا الوالدين اطفالهم على هذاك التنظيم الدراسي؟ تماما. الطفل راه ما يمكنش ليه يدير هادشي بوحديتو. اولا يعني هنا كيبقى الدور ديال الاباء هو واحد الدور اللي اساسي. وهذا يعني واحد السبب هو ان المخ او الدماغ ديال الطفل كاين واحد المنطقه عند الانسان اللي هي كتكون مسؤوله على ما هو يعني اورغانيزاسيون، اي حاجه عندها علاقه بالتنظيم. هذيك المنطقه كتنضج بشويه بشويه والنضج ديالها ما كيكمل حتى 24 25 عام. يعني ما نقدرش نطلب من الطفل ان ينظم راسو وهو يعني باقي يلاه كيكبر. داكوغ، يعني ماشي مشكل. اذا انطلاقا من هنا اشنو خصنا نديرو؟ بزاف ديال الحوايج. اول حاجه هو اللي تكلمتي عليها، هو ان الطفل كتكون عنده عطله، سواء العطله ديال الصيف سواء العطله ديال الربيع ديال راس العام، وخا تكون عطله ديال 4 ايام. هنا الوليدات، ربما جميع الوليدات ولاو كينعسوا معطلين بزاف، وبعض الاطفال دابا مع يعني الالعاب الالكترونيه اللي ولات وعندك لابيس وداكشي، الاطفال راه ما كينعسوش حتى 4 ل 5 6 ديال الصباح الصيف كامل. هنا اول حاجه خصنا قبل يعني مثلا 15 يوم ولا على الاقل 10 ايام قبل من الدخول المدرسي، ماشي خصني نبزز على الطفل انه ينعس، لا، خاصني نبزز على الطفل انه يفيق الصباح. دونك عندي واحد السيمانه اذا كان الطفل مثلا في السنه الدراسيه كيفيق ليا مع 7 ديال الصباح، دونك جوج اسابيع قبل من الدخول المدرسي الطفل غيبدا يفيق مع 9 الصباح، ثم الاسبوع اللي تابعو غيبدا يفيق مع 8 الصباح، باش فاش تبقى يومين ولا 3 ايام من المدرسه غيقدر يفيق مع 7 ديال الصباح. هذه بالنسبه للصباح. بالنسبه لليل، الطفل غادي نحطو في الفراش ديالو مع 9 ديال الليل، غادي نحيد ليه الا عنده شي تليفون شي طابليت شي لعاب ايتترا، داكشي بدا في الاسبوع ممنوع، خاصو يتحيد هذاكشي. داكوغ، ما يقدر يتعطل الطفل السبت والحد، ولكن في الاسبوع لا. وحتى لا تعطل الطفل السبت والحد يعني ماشي الليل كامل حتى الخمسة الصباح، لان انا عاوتاني غنخسر ليه داك يعني الساعه اللي عنده في الدماغ ديالو. دونك نعطي للطفل واحد القصه ولا يعني اللي يكون اختار هو الطفل يقرا، نخلي ليه شويه ديال الضو، لان الوليدات الصغار قل 13 عام ما كيبغيوش الظلام، نخلي ليه واحد شويه ديال الضو في بيسو، بشويه بشويه خصو ينعس في الوقت. هذه اول حاجه، لان الا ما كانش الطفل كينعس على الاقل 8 ولا 9 السوايع ديالو، الطفل اللي قل من 12 عام ما يمكنلوش يركز في القسم. دونك نحيدوا النقطة هذه. هذه بالنسبة لورغانيزاسيون الأولى. الحاجة الثانية عندها علاقة مع المدرسة. ألوغ علاش المدرسة؟ لأن الطفل خاصو بعدا بالليل نعلم، هذا سي أن أبخونتيساج، شي حاجة اللي الطفل إلا درتيها معاه واحد 6 شهور ولا 8 شهور مثلا، واحد العام السنوات الأخرين صافي غيولف هذا الشيء يقدر يولي يديرو لراسو. شنو هو؟ هو أن الطفل خاصو يتعلم اولا فاش يجي من المدرسه مع 6 العشيه ولا مع 7، غادي نخلي ليه واحد الوقت فاش يرتاح، واحد الوقت مثلا فاش غيدير الكوتي ديالو، يعني ماشي ملي يدخل مع الباب نقول ليه جي تقرا، لا، يرتاح شويه الطفل، غادي نعطيه واحد الساعه مثلا غيقرا من 8 على حسب السن ديال الطفل، غيقرا من 8 حنا نقولوا تقريبا حتى 9 ديال الليل. داكوغ، دونك غادي نعلم الطفل ان ماشي انا اللي غنقرا في بلاصتو، وهذه غلط كبير كيديروها لي بارون، غنخليه يجبد الكاي تكست ديالو لراسو، يجبد التمارين ديالو لراسو، يحفظ راسو، ولكن نقول ليه انا كاينه حداك مثلا في الغرفه ديالي، الحاجه اللي ما فهمتيهاش جي عندي نشرحها لك، فاش تسالي راه غنسني لك مثلا لي دوفوار ديالك، بغيتي تعرض عرض عليا، ولكن انا ما غنقراش في بلاصتك. دابا حنا اللي ولينا كنشوفوا بزاف الاباء راه ماشي غير كيحفظوا مع ولادهم، يعني كتسمى واحد اعاده الدرس. كاين الدراري دابا حنا كنشوفوهم يوميا كيقراو من 8 9 حتى 12 الليل يوميا، كيكرهوا المدرسه. علاش؟ لان كيعاودوا الدرس، داكشي اللي قراو بالنهار كيحفظوه بالليل، وزيد عليهم لي كور يعني الدروس هذا، وزيد عليهم نهار السبت والحد كيقراو. هذا راه سي با بيان. الطفل يجيب لك غير 10 على 20 مزيان، ولكن تكون عنده لوتونومي، يعني يكون كيعول على راسه. دونك باش نرجعوا للاورغانيزاسيون، علاش جبدنا هادشي؟ لان من الحوايج اللي كنعلموا الطفل ابتداء من السي بي ماشي تيدير 13 عام، ان كيدير التمارين لراسو
الو هادي اولا الطفل عافاك فاش يكونوا كيقراو. هنا كنهضر مع الوالدين البيرو ولا الطبله ولا المهم المكان اللي كيقرا فيه الطفل خاصو يكون خالي، يعني ما فيه حتى شي حاجه بخون الطبله. يعني ما كانش انا الطفل نقول ندخلو شي بيت مثلا فيه التلفازه ولا حدا الكوزينه والصداع والغادي وجي نقول لك تقرا. دونك خاص واحد البلاصه كالم ما نطلقش حدا الراديو ولا التلفزيون، يكون يعني يكون شويه ديال الهدوء، وما يكونش داك الحيط اللي حدا البيرو ديال الطفل فيه قوت الصور وهذا، يعني يكون حيط بيض وبيرو خاوي. الا مثلا الطفل هادشي كنعلمو ليه في النظام ديالو، غنقول ليه مثلا باش غتقرا في الاول العام مثلا 3 شهور الاولى غنوريه كيفاش يدير. غنقول ليه مثلا عندك غتحفظ القران وتحفظ لابويزي وعندك المات مثلا، غتحفظ لابويزي غتخبي عليا كلشي داكشي الاخر في المجر، ملي غتبغي تحفظ لابويزي غتحط ليا غير الورقه ديال هذيك لابويزي في خون الطبله، وفاش تسالي غندوزو للتمرين الحاجه الثانيه، وفاش تسالي الثالث. دونك علاش كنعلم الطفل كيفاش يدير؟ اولا باش يتنظم في الحياه ديالو، باش يعرف باش يسالي باش يبدا وهذا، ولكن سورتو كنعلمو انه يخدم بواحد الطريقه اللي منظمه وماشي بواحد الطريقه عشوائيه، حيت الاطفال الصغار كيخدموا بزاف بعشوائيه، يعني غيبدا لك من هذه وما يكملهاش ويدوز لاخرى. لا، خصني نعلم الطفل انه يبدا بحاجه بحاجه. الو انا كنصح الوالدين بحال دابا فاش كل حفاظه بزاف يبدا الطفل بالحاجه اللي هو كتجيه صعيبه ماشي سهله، يحيد داكشي اللي صعيب يعرضوا عليا وعاد داكشي اللي ساهل يخليه هو الاخر. علاش في الغالب كيدير العكس؟ كيدير العكس هذا غلط على اساس انه باش هذا غلط. عرفتي علاش؟ لان التركيز كيهبط، ومني كيهبط التركيز ما يعني مش الطفل كيزيد يعيا. الوغ ما بين بالنسبه للتركيز وبالنسبه للاورغانيزاسيون، حيت هادو راه متصلين بجوج، دائما كنهضروا عليهم بجوج لانهم متصلين. بالنسبه للاورغانيزاسيون، بالنسبه للملابس هذه حتى هي كنسمعوا بزاف لعبة كيجيو يتشكاو، ولدي الصباح ما بغيش يلبس حوايجو، كيدير ليا السكوندال، كيتعطل، كيوصل للمدرسه معطل. الطفل راه بالليل خصني نحط ليه حوايجو، ها شنو غتلبس، ها شنو غتلبس، ها شنو غتلبس. وهنا راه شي مرات راه بزز منا وبزز من الطفل، راه خاصنا نحكموا الراي ديالنا، لان عندك بعض الاطفال كتكون مثلا شتو البرد وتيقول لك لا باغا نلبس تيشيرت وغير مرض، يعني ماشي ممكن. داكوغ، ما انا ما غاديش نحكم الراي ديالي نقول لا لبس الخضر بزز من الاحمر مثلا ولا هذا، ولكن بعض الاحيان يعني هذا. الوغ في الليل يتحط داك الطفل يحط الحوايج ديالو قبل ما ينعس، يعني بتقشيره بصباط بكلشي كلشي خصو يتحط. الشكاره ديالو خصو يجمعها، وهنا غنعلم واحد الحاجه مهمه بزاف اللي هي لا فيريفيكاسيون. علاش؟ بزاف ديال الدراري ما كيتعلموش ان يحلوا الشكاره ديالهم ويشوفوا واش ما نسا والو، يحلوا مثلا لا تخص واش ما نساش ستيلو. علاش هادشي مهم؟ راه ماشي في الحقيقه المشكله ديال ان ننسى شي حاجه، المشكله ان ملي ما كيقلبش، يعني ما كاينش لا فيريفيكاسيون، حتى فاش كيمشي يدوز واحد الامتحان كيولي كيكتب يكتب يعطي الورقه ويزيد، لان ما ولفش داك لا فيريفيكاسيون. دونك نعاون الوليد ديالي ان نولفها ليه، من بعد غتولي تجي شي حاجه اللي عاديه، ان فاش كيدير شي حاجه يعني كيقلب من بعد كيشوف واش دار واش ما نسى حتى شي ادوات. دونك فوالا، يحط الشكاره ديالو، يحط الادوات ديالو. بالنسبه للفطور، لان حتى هو مهم وداخل في لوغانيزاسيون، انا نعطي واحد الفكره للاباء، هو ان نهار الحد مثلا تقدر الام اللي مساليه اولا الاب تكتب للطفل من 2 حتى السبت 2 3 4 5 جمعه واحد الورقه كيعلقوها في الثلاجه ولا في الكوزينه ولا في المطبخ. الطفل كنجي نقول له مثلا اجي باش بغيتي تفطر، حيت بزاف تيتعذبوا مساكن الامهات والطفل ما كياكل والو، الفطور خاصو يفطر، هذه ما فيهاش بغا ما بغاش، ولكن نقدر نعطي الخاطر فاش غادي تفطر مثلا نوعيه الفطور اللي باغي، نوعيه الفطور واش بغيتي هذه واش بغيتي هذه، ونكتب ليه داكشي في ورقه. يعني انا في الليل غنحط داكشي ديالي، حتى انا كام غنحط ليه الفطور ديالو غير في الصباح نلقى الطبله مصايبه، يعني خصني ربما غير نسخن شي حاجه. دونك ملي كنهضروا على النظام، راه الا بغيت الاطفال ديالي يكونوا منظمين، راه حتى انا كاب ولا كام حتى انا خاص تكون عندي واحد الاورغانيزاسيون. يعني ماشي مثلا الطفل يدخل الغرفه ديال الاباء يلقاها مربوله، الحوايج مليوحين في الارض، او لا يدخل الكوزينه يبقى الموعن غمشتين وغمليوحين، ندخل نغوت عليه في بيته نقول له ما لبيتك مربول. هذا راه يعني النظام هو اولا شي حاجه اللي كنتعلموها من الاباء ديالنا، وابخي تتكون تنعاودوها. غادي نمشيو الاجابه على التساؤلات اللي معنا اليوم. اس ام اس من عند مريم ام نعيم من الدار البيضاء، شكرا على هذه المعلومات نورتوا حياتنا الله يخليك. انا بغيت نعرف من المعالجه النفسيه كيفاش نعمل، يعني مع ولدي عنده 8 سنين دخل المدرسه ولكن مازال ما منظمش يعني اموره، كينعس معطل في الليل، كيبقى مطول في التفراج في الرسوم المتحركه، عاد تيقاد المحفظه ديالو، يعني باقي ما كاينش الحفاظه دابا، عييت من غوت عليه، ولكن هذا غير في الاول اسبوع في القرايه، ربما
ربما هذا تخوف ديال الام لانه كتشوف البدايه كيفاش باديه. واخا الوغ بالنسبه لمريم هنا الطفل هذا بون راه باقي صغير 8 سنين يلاه بدا السنه الدراسيه، ولكن هنا غادي عاوتاني كنرجعوا عاوتاني لورغانيزاسيون، يعني فين هو هنا الدور ديال الاباء، فين هو هذا الاب، يعني كيفاش انني نخلي هذا الطفل يعني هو كيقرا كيبقى يتفرج في الرسوم المتحركه يعني في واحد الوقت معطل. التلفزيون عنده واحد الوقت محدد، الطفل راه في هذا السن اللي هو فيه ما يفوتش نص ساعه في النهار، وديك نص ساعه هي ديك نص ساعه اللي كيكون الطفل كياخذ فيها الكوتي ديالو. دونك الا كيدير الكوتي من 6 ل 6 ونص ولا من 6 ل 7 صافي، في 7 ما عندوش الحق يرجع للتلفزيون. راه هادشي بحال اللي تكلمنا قبيله، التلفزيون الطابله داكشي كامل غتحيدو ليه، ما كاينش داكشي في وسط الاسبوع. دونك باش تقول لي يبقى معطل كيتفرج، هنا يعني ان الاباء ما داروش الدور ديالهم. اذا الطفل راه عنده الحق، مالو شكون اللي بحالو يعني لقى يبقى يتفرج، راه عنده هذا مزيانه. دونك حتى بالنسبه باش يتنظم في ليكول خصو ينعس بكري. دونك باش ينعس بكري الطفل خصني نهضر معاه، ماشي نجي ونفرض عليه. غادي يشوف ملي غندار السنه الدراسيه غنقول له شوف اولدي دابا ها الوقت اللي غتنعس فيه يوميا، راك غتعشى مع 8 ومع 9 راك غتدخل للفراش ديالك، ومع 10 راه غادي نطفي عليك الضو راك غتنعس. وهادشي فوقاش الطفل كيبدا يتلاعب بهادشي ملي كيحس ان ما كايناش واحد يعني لا كونتينيتي. صافي ديال الام بحال دابا او نعس يا ولدي اليوم في 10 في عوض 9 ونص ماشي مشكل، 10 وربع في عوض 10 ماشي مشكل. ملي كنبداو نتلاعبوا اولا ملي كنبداو نتفاوضوا مع الاطفال ديالنا صافي كيديروا داكشي اللي بغاو. دونك هنا نصحوا مريم عافاك بان الوليد ديالها تحيد لي داك الرسوم المتحركه والتلفزيون من الاثنين حتى السبت حتى الجمعه بالليل اون توكا. الولد مع 9 ليله راه خاصو يكون الفراش ديالو باش ينعس، وخاصو يفيق يعني ينعس ويفيق في نفس الوقت كل نهار، وهذا الشيء كنظن انه غادي يساعدوا على التركيز وعلى الدروس ديالو. يعني خاص غير ما يكونش داك التساهل كي بغينا نقولوا بالنسبه للوالدين مع وليداتهم، يعني ملي كتكون واحد كيف ما قلتي واحد القوانين اللي تحطات يعني في البيت، خاص باش الاطفال حتى هما يشوفوا الوالدين مشاو على هذاك النظام، حتى الاطفال حتى هما كيتبعوهم في هذاك النظام. تماما. اس ام اس من عند اسماء ام عهد من فاس، والسلام عليكم وسنه هجريه سعيده بالصحه والسلامه. شكرا لك اسماء. بنتي عندها 5 سنين ونص ما كتبغيش تنعس بوحدها في بيتها، واخا الضو حداها خفيف كتقول لنا علاش نتوما مازالين فايقين كتفرجوا، وانا كنعس مع 8 ديال الليل وانا صعيب عليا انني نعس في ديك الوقيته. الو هنا يعني 5 سنين ونص وباقيه كتنعس مع والديها، هذا راه يعني بزاف، والحمد لله سولتنا هذا السؤال باش نطرقوا لهذا الموضوع. راه الطفل خاصو يكون كينعس بيته من الاول، او على الاقل من يدير واحد العام ونص والعامين. لا هي قالت كتنعس بوحدها في بيتها، ولكن ايه كتنعس بوحدتها في بيتها، ولكن ما كتقدرش تبقى في البيت. يعني كتضر مع انه هي قالت لك الام دايره الضو خفيف يعني الفيوز مثلا ولا علاش هي دابا في واحد السن داكوغ، في واحد السن اللي راه تكون يعني هو لو كومبلكس دو ديب. دونك هاد السن هذا شنو هو؟ هاد السن كيخلي ان البنيته كتكون يعني كتحاول ان تعجب الاب ديالها، كتقول ان يعني كتحاول تثير انتباه الاب ديالها، وكتكون ربما بحال كتهرب من الام شي شويه. دونك هذه من المراحل العاديه ديال النمو النفسي عند البنيته الصغار. دونك في هاد السن هذا شنو كيديروا البنات؟ ملي كيتقربوا من الاب ديالهم كيبداو يبعدوا الام ديالهم، ومن الحوايج اللي كيديروا بحال واحد الاستراتيجي ان كيبداو يفيقوا بالليل وخاف بيتهم وكينوضوا وكيمشيو كيتخشوا بين والديهم. هذيك واحد الطريقه لا وعيه، يعني هادشي ماشي كيدلوب الاني، واحد الطريقه جايه من اللاوعي ديالهم باش كيفرقوا بين الاب وبين الام. وهنا البنت كتولي انكونسيمون بالا كتولي كتاخذ الدور ديال الام ديالها، بحال كتحيد كتمسح الام ديالها من الوجود، وكتولي هي يعني هي لا ميغ. دونك في نفس الوقت بحال كتولي هي الزوجه ديال هذاك السيد وما كتبقاش هي البنت ديالو. داك الشيء علاش حنا يعني المعالجين النفسيين ديما كنصحوا ان الوليدات ينعسوا في بيت ديالهم، وحتى الى جاو كنعاود نردوهم لبلاصتهم. وهنا راه قالت شي حاجه اللي مهمه بزاف، قالت علاش نتوما وماشي انا. هنا هادشي شنو كيبين لنا؟ ان هاد البنت ما فهمتش ان هادوك راه والديها وان هي ماشي صاحبتهم، يعني هي كتقارن راسها معاهم بحال كتهضر مع شي صاحبتها. دونك هنا كاين واحد اعاده تاطير اللي خصها دار بالنسبه لهاد النساء هادي. واخا شكرا لك بزاف غيت العالمي معالجه نفسيه للطفل والمراهق، ونتمنى انكم تزيدوا تبعتوا في الاس ام اس وتبعتوا تساؤلاتكم، واكيد نجاوبوا عليها دائما فقره النصائح الخاصة بالأطفال.